مستمرين مع حضراتكم وصباحنا مصري. كنا دايما جملة تنمية الصعيد هي جملة غير مفعلة، يعني نقول احنا عايزين ننمي الصعيد، احنا عايزين ننمي الصعيد، محافظات الصعيد المحرومة، اهالينا اللي في الصعيد اللي مش موصل لهم الخدمات، اهالينا اللي في الصعيد مش عايزين نعمل مدارس، عايزين نعمل مستشفيات. كانت تنمية الصعيد جملة بتتقال. النهاردة تنمية الصعيد مش جملة ومش عبارة بتتقال ومش أمنية ومش حلم، علشان بقت حقيقة على الأرض. والدولة في السنين الأخيرة أولت اهتمام كبير جدا بأهالينا في الصعيد وبتطوير محافظات الصعيد، وبقى عندنا مدن جديدة في محافظات الصعيد، وبقى عندنا خطة لإنشاء المدارس وخطة لتنمية القرى في صعيد مصر وتوصيل المرافق والخدمات واهتمام بإنشاء المستشفيات والمدارس وتحسين جودة الحياة لدى المواطن في الصعيد. عملنا هيئة لتنمية الصعيد، عندنا برامج محطوطة بمعدلات تنفيذ وبسنوات تنفيذ وبمراحل تنفيذ. الدولة عملت حاجات كتير عشان توصل ل 30% من يعني سكان مصر موجودين في محافظات الصعيد، بعد ما كنا كل اهتمامنا بالقاهرة ويعني والمدن والمحافظات اللي حواليها اللي في وجه بحري وبس. لكن النهاردة بنتكلم عن تنمية حقيقية موجودة على أرض الصعيد برضو، وإحنا على أعتاب الجمهورية الجديدة. خلينا نرحب بضيفي اللي منورني ومشرفني، دكتور خالد محمود عبد الحليم، نائب مدير برنامج التنميه المحليه بصعيد مصر ومستشار برنامج الدعم الفني لوزاره التنميه المحليه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. الاول برنامج التنميه المحليه بصعيد مصر ومستشار برنامج الدعم الفني لوزاره التنميه المحليه، احنا بنعمل ايه؟ تمام، هو وزاره التنميه المحليه طبعا بتقوم بدور محوري وأساسي في تنمية الأقاليم المختلفة. صحيح. وتقوية المحافظات، عشان المحافظات هي اللي تبتدي تدير عملية التنمية على أرضها. وده التوجه نحو اللامركزية اللي تم تأسيسه في دستور 2014، وكان مهم جدا أن هو يبدأ يشوف النور ويتنفذ وكده. فبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج اتولد في يعني إطار الاهتمام الرئاسي من السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي منذ توليه قيادة الدولة بالصعيد، ووجه للحكومة تعمل برنامج لتنمية المناطق المهمشة والأكثر فقرا. وهذا البرنامج بدأ بمنطقة الصعيد، لأن زي ما حضرتك أشرتي هو مش بس في 30% من سكان مصر، ولكن في أعلى معدلات الفقر. صحيح. في أعلى معدلات البطالة، في أقل نسبة تغطية بالخدمات والمرافق. فكان ده توجه طبيعي بيحقق العدالة الاجتماعية اللي كانت بدأت تتبلور بدءا من 2014. برنامج ده هو السيد الرئيس حمل ملفه بنفسه في أول زيارة ليه لواشنطن في مباحثات مع البنك الدولي، وتم الاتفاق مع البنك الدولي على أن يكون في برنامج للدعم المالي والدعم الفني للحكومة المصرية، لأن في خبرة دولية في تنمية المناطق اللي من النوع ده هو. فاتولد برنامج تنمية الصعيد بقرض قدره 500 مليون دولار من البنك الدولي، ويقابله تمويل محلي 457 مليون دولار من الحكومة المصرية من الخطة الاستثمارية. والبرنامج بدأ اتمضت الاتفاقية في 2016 وبدأ على أرض الواقع بنهاية 2017. برنامج تنمية الصعيد في الحقيقة هو بيجسد الاهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد، وما كانش ينفع بقى ان احنا نشتغل على التنمية بشكل قطاعي، يعني نعمل حاجة ليها علاقة بالتعليم وبعدين حاجة ليها علاقة بالصحة بس مش متنسقة مع ده، بنشتغل على الطرق بس ده بمعزل عن ده. كان لازم يكون في مدخل للتنمية الشاملة المتكاملة لمحافظات الصعيد، كل محافظة بتضع رؤية لتنميتها وتبدأ ان هي توجه الاستثمارات الكبيره اللي اتحطت في ايديها، لان عشان اقرارا لمبدا اللامركزيه التمويل كله بيدار من خلال المحافظه، القرض بيتحول للمحافظات عن طريق وزاره الماليه بعد اعتماد وزاره التخطيط ودمج ده في الخطه الاستثماريه للدوله، ولكن المحافظات هي اللي بتقرر في ده. واحب اقول لحضرتك بقى ده كمان بيتم باشراك كبير جدا للمواطنين، بتعمل حاجه اسمها منتديات التنميه المحليه في كل مركز، دعوه عامه للمواطنين يشاركوا بيه احتياجاتهم
ومعاهم بيتم ترتيب الأولويات وبيتعمل جلسات تشاور مع المواطنين، وبالتالي الفكرة قائمة على أن المستوى المحلي هو اللي يبدأ يحدد احتياجاته وما إلى آخره. بس طبعا بتقوم وزارة التنمية المحلية وإدارة البرنامج مع وزارة التخطيط ب يعني الدمج ما بين الاحتياجات المحلية وما بين الخطط والتوجهات المستوى القومي. طيب خلينا نتكلم شويه، هي خطه تنميه الصعيد احنا بنمشي بيها خطط يعني بالتوازي في كافه محافظات الصعيد ولا بنعملها خطط متسلسله؟ لا يعني هو البرنامج ركز على محافظتين بدايه، محافظه سوهاج ومحافظه انا. فالتمويل اللي ذكرناه هو كله موجه كان للعمل في محافظات سوهاج وانا، وهي فكره البرنامج ان هو يبقى فيه دفقه تمويليه قويه تدفع عجله التنميه وترتفع بمعدلات الخدمات والمرافق بشكل كبير، تمكن بقى ده من جذب الاستثمارات ومن خلق فرص العمل ويعني التنميه الاقتصاديه على المستوى المحلي. هي غالبا تحديدا عشان الناس برضو تبقى معايا، انا اعتقد ان محافظات سوهاج وقنا تحديدا من المحافظات الطارده اللي كانت طارده للسكان وما فيهاش فرص عمل، وبالتالي سكانها بيروحوا ليه سواء المدن الساحليه او محافظه البحر الاحمر علشان يجدوا فرصه عمل، صح؟ ده حضرتك محقه تماما فيه، وهي كانت لما بدانا كمان بنعمل وثيقه البرنامج في 2015 كانت اعلى المحافظات من حيث معدلات الفقر. فيعني ده كان التوجه يعني ساعتها، ولكن زي ما حضرتك اشرتي الموضوع تدريجي، فبدانا نناقش مع البنك الدولي ومع الوزارات، لان البرنامج بيدار من لجنه تسيير بيراسها دوله رئيس الوزراء وفي عضويتها خمس وزارات: التنميه المحليه والتخطيط والتنميه الاقتصاديه، التعاون الدولي والتجاره والصناعه، ووزاره الماليه. فتم التشاور على بدء المد الجغرافي للبرنامج بنفس اليات عمله في محافظات اخرى، وبدانا بالفعل تعمل تعديل لاتفاقيه التمويل ان هي تشمل محافظات اسيوط والمنيا بدايه. طبعا ده كان في عرض على السيد رئيس الجمهوريه في سبتمبر 2019، وهو اللي وجه بيه ان يا جماعه طب الشغل ده كويس، حاولوا ان انتم تشوفوا ازاي يبدا يتطبق في عدد اكبر من المحافظات. والتطبيق في اسيوط والمنيا برضو تطبيق تمهيدي ليه ان هو يتم التعميم على محافظات الصعيد كلها، لان اهم حاجه حضرتك كمان اهم من التمويل هو تغيير اليات العمل. يعني حاليا بندرس ان هو اولا الاستثمارات الموجهه لمحافظات الصعيد تضاعفت. انا بتكلم على خطه استثماريه، ما بتكلمش على قرض، ما بتكلمش على جهات منحه. الاستثمارات المخصصه من الخطه الاستثماريه للدوله اتضاعفت بفضل تطبيق معادله تمويليه. الخطه الاستثماريه للدوله غير فكره الدول المنحه او القرض اللي موجود، أيوة. يعني دي حاجه ودي حاجه. بالاضافه لده، لان زي ما بقول لحضرتك اشتغلنا كبرنامج مع وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه على ان يكون في معادله تمويليه من خلالها يتم نوع من العداله المكانيه. يعني احنا الاستثمارات اللي كانت بتوجه كانت مثلا المحافظات الكبرى زي القاهره والجيزه واسكندريه، كانت صحيح. بتستقطب اغلب الخطط الاستثماريه موجهه للتنميه المحليه. ولكن المعادله دي بيدخل فيها عدد من العوامل من اهمها الفقر وكده، فبالتالي رفعت نصيب المحافظات. انا يعني ادي حضرتك مثال، محافظه سوهاج مثلا كانت في خطه 19 20 مخصصها كانت 500 مليون جنيه، محافظه سوهاج في الخطه اللي بعديها واخده 1.2 مليار جنيه. يعني بنتكلم فيه، وده موازنه الدوله، ده بالاضافه الى مخصصات القرض. فبرضه الاهتمام الحكومي بتنميه الصعيد هو باقي بقى القصه بتاعه مؤشرات الاداء، باقي القصه بتاعه تطوير قدرات العاملين في الاداره المحليه، باقي قصه اشراك المواطن. يعني منهجيه العمل ومنهجيه التنميه المحليه هو ده اللي موجود، والسيد وزير التنميه المحليه اللي هو محمود شعراوي مهتم جدا بتطوير اداء الاداره المحليه، وده صميم اختصاص وزاره التنميه المحليه. وحاليا انا فاكره ان احنا في مع يعني منذ سنوات كانت يعني الرئيس اعطى يعني فكره ان احنا كل محافظ داخل المحافظه بتاعته هو اللي يقوم برسم الخريطه الاستثماريه الاحتياجات وهي ايه المشروعات الاستثماريه اللي ممكن انها تحصل، وبقى عندنا يعني فايل مجمع لفكره هو ايه المشروعات اللي ممكن تقام على ارض كل محافظه وفقا لطبيعتها. ده تم استخدامه في سوهاج وقنا لما جينا نعمل التنميه المحليه، يعني احنا بقينا عارفين دلوقتي مثلا سوهاج ممكن يقام فيها مشروعات استثماريه ايه قنا. يعني اشتغلنا طبعا على الموضوع ده، وكان في
يعني توجيهات من دولة رئيس الوزراء وتابعها سيد وزير التنمية المحلية، بأن السادة المحافظين أولا يبقوا على علم بالاستثمارات الحكومية في القطاعات المركزية اللي هتتم على أرض محافظته. صحيح. ودي حاجة مهمة جدا عشان يبقى قادر يعرف التطور اللي هيحصل في البنية الأساسية، التطور اللي هيحصل في الخدمات. ولكن ملف الاستثمار ملف مهم جدا. احنا في محافظات سوهاج وقنا اشتغلنا مع السادة المحافظين على ان اتعملت ورش عمل للقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهاز التنفيذي لوضع رؤية التنمية ووضع برامج التنمية، البرامج العامة. يعني بنتكلم مثلا، فوجئنا مثلا، اقول لحضرتك كان تصورنا بعد الظروف اللي بتمر بيها البلد بشكل عام ان ملف السياحة مش هيحظى باي اهتمام من القطاع الخاص او من الجهاز الحكومي في سوهاج وقنا. فوجئنا بان هم بيقولوا لنا لا، احنا كنا طبعا داخلين بنتكلم تنميه صناعيه، الزراعه وهكذا، التصنيع الزراعي. فلا، قالوا لنا السياحه مهمه جدا، رغم ان احنا السياحه ضعيفه دلوقتي، انما لما الدنيا تشتغل ان شاء الله قريب نحب نكون على الخريطه السياحيه وعندنا مقومات سياحيه. طبعا انبهرنا لما تشوفي حضرتك الاثار سواء الفرعوني او الاسلامي او القبطي، يعني ثريه جدا. فدي كانت حاجه مش هنعرفها واحنا يعني موجودين في القاهره، كان لازم يبقى في اشراك للقطاعات بقيادة طبعا السادة المحافظين. وفي قيادات مميزة جدا في الصعيد على رأس العمل الحكومي. فكانت الفكرة زي ما حضرتك قلت كده، احنا بنشتغل مثلا في تنمية 6 مناطق صناعية في الصعيد، معنا هيئة التنمية الصناعية منفذ، فأوجدنا كمان إطار ان التمويل جاي للمحافظات، بس المحافظات بتتعاقد مع الهيئة التنمية الصناعية في إطار توجه وزارة التجارة والصناعة لتنمية قطاع الصناعة. مد المرافق، تغيير أسلوب إدارة المناطق الصناعية، بحيث أن احنا إزاي نجتذب مستثمرين مش بس محليين ولكن كمان إقليميين ودوليين. فبنشتغل على تنمية التكتلات الاقتصادية اللي فيها مثلا زي الحرف اليدوية والتكتلات القائمة على منتجات محلية زي العسل الأسود، وفي سوهاج نشتغل مثلا على البصل وتصديره وما إلى آخره. فده بيفيد صغار المنتجين، بيخلق فرص عمل بشكل كبير جدا. ولكن احنا بصدد كمان ان يكون في خريطة استثمارية للمحافظات الموجودة على الخريطة الاستثمارية القومية اللي بتدار الهيئة العامة للاستثمار. مش كل حاجة، يعني موجود حاجات اتوجدت من بعض القطاعات الاقتصادية بس مش كل القطاعات. وانا اعتقد ان المحافظات في الفترة اللي جاية هتقوم بدور مهم جدا في تجميع كل الفرص الاستثمارية. وبنعد ان شاء الله لان يكون في مؤتمر الاستثمار في سوهاج، مؤتمر الاستثمار في قنا، ويدعى ليه القطاع الخاص، وهننسقه طبعا مع كل الوزارات المعنية، التنمية المحلية والتخطيط والهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة والزراعة والسياحة وغيرها. اللي متابع لفكرة المشروعات القومية والاستثمارات اللي بيقعد يتفرج بيلاقي ان مفيش مشروع مثلا او افتتاحات بيعملها الرئيس غير لما بيكون للصعيد نصيب. يعني ممكن نلاقي في سوهاج، ممكن نلاقي في قنا، ممكن نلاقي في المنيا، نلاقي في اسيوط. بنبص كده نلاقي ان هم موجودين، يمكن الاول ما كناش نسمع. النهارده لا، في مشروعات بتتعمل وواضح جدا ان الصعيد حاضر في ذهن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبقوه كمان الحقيقه في تكلفاته المتتاليه. لما بنسمع التكلفات اللي بيقومها للحكومه سواء دي او الحكومات السابقه، انا عايز اعرف حال المواطن بقى، انعكس هذه المشروعات ازاي؟ التنميه المحليه، وزاره التنميه المحليه يمكن هي الاقرب للمواطنين. الدنيا والحياه اختلفت ازاي؟ لو احنا بقى النهارده بنتكلم مع توجهات الحكومه والموازنه العام المالي الجديد، شايفين انها مركزه اكتر على الصحه والتعليم، اللي هو فكره بقى احنا المواطن. احنا الاول كنا بنصرف بنيه تحتيه ومشروعات قوميه وطرق، النهارده لا، احنا بنتكلم عن مواطن بقى جديد. انعكس حال ده على المواطن في الصعيد ازاي؟ تمام. هو حضرتك بقياس المؤشرات انخفض معدل الفقر او نسبه الفقر في محافظات سوهاج وقنا بشهاده الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، واخر احصاء تم الاعلان فيه وجدنا ان مؤشرات الفقر في سوهاج وقنا نزل. فرص العمل احنا بنتكلم على خلق في حدود 250 الف فرصه عمل، سواء مباشره او غير مباشره، مؤقته في المشروعات او دائمه. فبنتكلم على ان المواطن لا، في نقله طبعا نوعيه، ولكن دايما شعور المواطن بالتغيير بطيء وبجهود الحكومه بطيء، وبسبب ان ده بيتم بشكل تراكمي على عدد من السنين. صحيح. فدايما ايه يعني لا، هي المشاكل مش هتتحل في يوم وليله. بالزبط. لكن فكره مثلا انا ما بتكلم عن نسبه بطاله، انا كنت في بدايه الحديث قلت مثلا تحديدا سوهاج وقنا
المحافظات الطاردة بشكل كبير. هقول لحضرتك مثلا احنا مع الدفقة التمويلية الكبيرة وتم التعاقد ما بين المحافظتين سواج وقنا مع شركة المياه والصرف. عايز اقول لحضرتك ما كانش فيه مهندسين في سواج وقنا، يعني تم استيعاب، كان في طلب كبير جدا واضطروا ان هم يستدعوا من القاهره وما الى اخره. لما بتتعمل مشروعات كبيره بالحجم ده، لا طبعا بتستوعب خبرات وبتستوعب عماله محليه بشكل كبير جدا. خلق فرص العمل دي حاجه بيمسها المواطن بشكل مباشر، بس كمان قنوات التواصل مع المواطن مهمه جدا. يعني زي ما بقول لحضرتك، اول حاجه المشاركه المباشره في جلسات التشاور والمنتديات التنميه المحليه اللي بتتم. كل جهود المحافظه بتعلن على الموقع الالكتروني للمحافظه، دي حاجه جديده، لان جزء في سياسه داخل البرنامج للافصاح والنشر ان المحافظه بتنشر وزنتها الاستثماريه، بتنشر المشروعات بتفاصيلها، بتنشر تم التعاقد مع مين او لين، بتنشر الحسابات الختاميه للخطه الاستثماريه بتاعتها سواء مكون محلي او قرض. فالمواطن بيبتدي يعرف يعني ايه حجم المشروعات اللي تم، حجم التمويل اللي تم، بيعرف ايه الجهود اللي بتتم. بخلاف ذلك كمان موضوع يعني الاستمرار المشاركه في مثلا تطوير منظومه واليات الشكاوى، يعني برضو المواطن بيهمه جدا. في حاجات بتتعمل، بس انا لما يكون انا عندي مشكله في الشارع اللي قدامي او في مدرسه ابني او ما الى اخره، اجد استجابه من الدوله. فده برضو في تطوير شامل لمنظومه واليه التعامل مع الشكاوى، ويكون في استجابه سريعه ومتابعه ليها ونشر برضو تقارير عن اليات الشكاوى. نوعيه الشكاوى ايه اللي ممكن تيجي من المواطنين؟ والله حضرتك يعني الشكاوى طبعا في كل القطاعات، ولكن احنا بنتكلم هنا على المطالب والاحتياجات التنمويه. يعني في مواطنين بيبقوا طالبين مثلا، هكلم حضرتك على مثال، كان في ترعه اسمها ترعه اولاد نصير بتمر من قدام مدرسه، وكان في تكرار لحوادث ان التلاميذ بيقعوا في الترعه وبيصابوا ما الى اخره. مطلب زي كده لما اترفع للمحافظه في سوهاج كان اتحط على طول، الكلام ده بيتفلتر، بيدخل في اعداد الخطط، وتم ادراك تغطيه الترعه. مش عايز اقول لحضرتك نزل القيادات المحليه مع اداره البرنامج في افتتاح تغطيه الترعه، كان في زي عرس محلي. يعني فعلا زفه بالمزمار وما الى اخره، سعاده من المواطنين ان الحاجه اللي هم طلبوها وجدوا استجابه ليها، وخاصه لما بتكون حاجات ملحه. فيعني استثمارات كتيره في قطاعات حيويه، مثلا قطاع الصحه احنا لمسنا فيه طفره في سوهاج، وقنا طبعا فيه اهتمام رئاسي وفيه اهتمام من وزاره الصحه خاصه في جائحه كورونا، ولكن تم تطوير عدد من المستشفيات باستثمارات كبيره جدا، اتحط جزء من القرض في ده، فكان ده كان بيمثل برضو سد الاحتياج كبير جدا. المطلب الاساسي كان خاصه في محافظه قنا الصرف الصحي والميه، وده مطلب ادامي واساسي، واتعمل استثمارات. اقول لحضرتك مثلا لما اشتغلنا كان مدينتين زي قفط ونقاده ما كانش فيهم صرف صحي، ما بتكلمش انا على قرى، انا بتكلم حتى على مدن. فتم تفعيل مشروعات، يعني كان تم استكمال مشروعات كانت معطله من 2011 و2012 وما الى اخره. انا بشكر حضرتك جدا فندم دكتور خالد محمود عبد الحليم، نائب مدير برنامج التنميه المحليه بصعيد مصر ومستشار برنامج الدعم الفني لوزاره التنميه المحليه. شرفتنا ونورتنا، وان شاء الله يبقى لينا لقاءات اخرى باذن الله. ان شاء الله يا فندم. شكرا، شكرا. شرفت بيك.